الأسرة الأولانية الأستاذ صفوت برسوم، أخوه انتقل، أخ ناجي برسوم، من حوالي 3 أسابيع. ربنا يعزي الأسرة كلها. والأسرة اللي كلنا جايين النهاردة نشارك في ذكراها أو في نياحتها أو يعني سيرتها العطرة، أسرة المرحومة جيهان المعروفة بجينا منير حنة، شقيقة الدكتورة ليندا. وفي برزنتيشن كده صغير هيتعرض، اعتقد كلكم هتقعدوا، بس يمكن خدام مدارس الاحد هم اللي هيبتدوا يخرجوا، فانا بس هقول حاجة صغيرة وبعد كده هنوزع البركة على خدام مدارس الاحد، وبعدين هنعرض لكم بعد كده البرزنتيشن، بس نخليه بعد كده يعني عشان الولاد يكونوا طرحوا على مدارس الاحد. هقول كلمة بسيطة قوي يا جت. انا ما بعرفش اتكلم ابدا، في يعني بقالي 16 سنة ما بعرفش اتكلم في مناسبات الحزن خالص، لكن بالصدفة كنت بتكلم مع ابونا يوحنا باقي، ده عمي في الجسد وفي نفس الوقت هو اب اعتراف جينا اللي انتقلت، وعايز اقول لكم ان نص المكالمة ان لم تكن اكتر من نص كان بيتكلم عن حياتها، هلخصها، وقال كلام كتير قوي. انت عارفين طبعا في ظل او في فترة حياة الانسان ما بنتكلمش كتير عن فضائله، ما بنتكلمش عن اعترافاته لان ممنوع ان كاهن يطلع سر، لكن ما بعد النياحة ربما بنستشهد ببعض المواقف في حياة الانسان المنتقل عشان تبقى عبرة لينا وقدوة لينا. ابونا لخص حياتها او قال لي حاجات كتير انا لخصتها في كام نقطة. اول حاجة، هي انسانة كانت محبة جدا للخدمة، خدمت في امور كتيرة، خدمت في امور في اماكن كتيرة، وكان اخرها خدمة الفقراء والاماكن العشوائية، كانت بتدي فيها بكل طاقتها وبكل ما لها من صحة. تاني حاجة فهمتها من مكالمة أبونا أنه ربما زي أي واحد فينا بيتعرض لأتعاب خلال حياته، لكن كتير مننا لما بيحس أن القريبين منه متعبين أو سبب يعني تعب ليه بيبعد عنهم، لكن أجمل ما في حكاية أبونا إن اللي كان قريبين منهم منها جدا وتعبت بسببهم كتير لغاية آخر وقت كانت بتفتقدهم علشان يتوبوا. خلي بالكم الحكاية دي، يعني كتير مننا لما يكون في واحد أو واحدة قريبة ليا أو صديقة تتعبني نبعد عنها ونقول يلا خلاص ده كويس كده ونرتاح، لكن هي لم تجد الراحة في ظل أتعبها إلا لما كانت بتفتقد هؤلاء الأشخاص عشان يرجعوا يتوبوا مرة تانية لأن هم بعيد عن ربنا. فمثل حلو. تالت حاجة وآخر حاجة، في حاجات كتيرة طبعا لكن حاجة اللي أنا أفتكرها، إن هي كانت بتكلم أسرتها وتقول لهم أنتم متضايقين لي زعلانين لي، وفي أجمل من السماء والأبدية، ده دليل على أنها كانت إنسانة مستعدة. إحنا بنقدم تعزية خالصة لشقيقتها والأسرة أسرتها كلهم، الدكتور هاني والولاد وأيضا أسرتها في القاهرة، ونقدم تعزية باسم البورد لهاني لأن هاني واحد من أعضاء البورد. ربنا يعزي الكل ويبقى كده أمثلة حلوة عايشة في وسطينا نتمتع بسيرتهم الحلوة. في حاجة هتتعرض بس هنعملها بعد الأوقات عشان ما نأخرهمش، نوزع البركة دلوقتي وبعد كده هقول كلمتين صغيرين وبعد كده هنعرض البرزنتيشن. ركزوا معايا، تعرفوا تركزوا معايا انا وانا بتكلم في الطقس عشان نكسب وقت، وابونا هيوزع البركه. انا عايز كتاب بس.